اليوم يتم عملية زراعة 6 أزواج لزراعة الكلى، من بينهم زوج من موريتانيا الشقيقة بحضور وفد متكون من 6 أطباء، منهم 4 جراحين و2 أطباء أمراض كلى موريتانيين، وعلى رأسهم رئيس الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء الموريتانية مع ممثل الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء الجزائرية. الحمد لله الأمور تمت في أحسن حال، وجسدت الاتفاقية المبرمة بين البلدين في إطار نقل الخبرات من الفرق الجزائرية للفرق الموريتانية والتكفل بالمرضى الموريتانيين في الجزائر.